محلى قدك. محلى قدك اليوم في محلى قدك باش نحكي لكم على برودوي ممكن برشا منكم ما يعرفوش اللي هو من احسن حلفاء البوتي. خميرة الواحد مش بعيدة برشا راهو. مش هذيك نتاع اللحية. استنى شوية. منيش بعيدة برشا على الحكاية هذه. برشا منا ما يعرفوش دونك لي برودوي هذوما اللي ينجموا يصلحوا ويحسنوا في الابارونس. باش نهتموا بالبوتي نتاعنا مش لازم نستعملوا دي برودوي دو غراند مارك ولا دي برودوي غاليين برشا. المفيد نصلحوا الروتين اليومي نتاعنا ونختاروا برودويات المهم انهم يولموا البو نتاعنا ويمشيوا معاها وعلاش ليه ما يكونوش ايكونوميك كيما البيكربونات دو سود. عندك فكره على البيكربونات دو سود؟ نعرف كل الكربونات اللي طيبوا بيها. فوالا هذاك هو. هذاك ايزي يعني. هذاك هو. فوالا. الكربونات مفين مفينتو من اي بيكربونات دو سود فوالا بيكربونات السودا ايواش اليوم باش نحكي لكم كيفاش نجمو نستغلوه وفاش بالضبط. اول استوس نستعملوا البيكربونات هذيا كيما القماش ينظف الخلايا الميته في الجلد. يسوفي جوست انك تاخذ 3 دوز منه وتزيدوها اون دوز نتاع ماء نخلطوهم ونفركوا بهم الجلد ريزولتا بو افتح ورطبه. هذه فالابل للرجال ونساي بيان سور. سامحني البو نهيا ان جميع انواع البويت حتى في وجهي فوالا. الثاني أستيوس بالنسبة لليوم نستعملوه باش نرطبو به اليدين شوية بيكربونات مع عسل نفركو بهم اليد وما ننساوش الظوافر. ثالث أستيوس باش نتخلصو من الحبوب المقلقتنا الباز ديما البيكربونات ونزيدوها قطرة سيترون. الميلانج هذا نحطوه ديريكتومون على الحبة بيان سور. التريتمون هذا نعملوه في الليل على خاطر كيما الكلنا نعرفو قارص وشمس ما يتقابلوش. رابع واخر أستيوس بالنسبة لليوم ما يخص الشعر القرا. النوع هذا من الشعر عنده توندونس انه يكون ديما فيه لقة اون ديغي ماهوش نظيف. الحل سامبل برشا مغرفة بيكربونات نزيدوها شامبوان متعودين نستعملوه جوست وقت لابليكاسيون نزيدو شوية في لي مينوت نتاعهم دونك نخليو شامبوان اكثر وشوية ومن بعد نشلو بالماء البارد. ما ننساوش نواظبو على الميثود هذه ومن مرة لمرة سيغمون باش تلاحظوا الفرق. دونك كيما قلت لكم البيكربونات للبو للشعر وللظوافر. محلى قدك. محلى قدك.